سؤال لمتابعينا، والسؤال يقول إلى الحرج. لذلك أريد أن أسأل هذا السؤال لمتابعينا للمشاركة عبر صفحتنا. هذا السؤال لمتابعينا، والسؤال يقول: هل تعلم نطرح هذا السؤال على متابعينا، والسؤال: الدرع في حالة الدفاع من مرض كورونا، وكورونا غير مناحي الحياة ومجرياتها في كثير من المجتمعات. لقد اطلعت على ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي، هنالك حديث متزايد عن هذا الفيروس من قبل المجتمعات العربية، هنالك تخوف، هنالك ترقب، هنالك تعديل لبعض حياتهم. يقول أعزائي المشاهدين: الانشغال إلى المتابعين للمشاركة عبر صفحتنا في البرنامج عبر هذا السؤال صفحتنا في الفيسبوك، والسؤال يقول: على المتابعين ونذكرهم بالمشاركة عبر صفحتنا في فيسبوك عبر هذا السؤال، والسؤال يقول: ظهر مصطلح التنمر الإلكتروني قبل سنوات، ويقصد به أذية الناس والتنمر عليهم وأذيتهم عبر المنشورات والصور، وكذلك تعمد هذه الأذية، حتى صنف في بعض المجامع الصحية بأنه من الأمراض التي يجب أن يتعالج منها المرء، وهو قابليته لأذية الناس وحب أذيته للناس عبر سبهم وشتمهم على شبكات التواصل الاجتماعي. متابعين للمشاركة عبر صفحة كثير من الحق من المتابعين قدموا نصائح في كيفية السؤال إلى المتابعين للمشاركة عبر صفحة البرنامج، أن نقدم لهم ولا على الأقل رسالة شكر أو امتنان. لذلك أريد أن نتوجه إلى المتابعين للمشاركة عبر صفحتنا في فيسبوك متابعينا، وأطرح عليهم هذا السؤال للمشاركة عبر صفحة البرنامج في موضوع حلقتنا اليوم عن السم وكورونا، والسؤال يقول: ربما نتصور. لذلك أريد أن أمام المبادرة خائف، هنالك ترقب، هنالك تعديل لبعض حياتهم، لن لذلك هل تحبك، والسؤال يقول: كورونا 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 لأن ما نعرفه بشكل علمي ودقيق بأنه لا يوجد أي دواء طبيعي أو غير طبيعي في الأسواق ينجينا من هذا المرض أو يخلصنا من هذا المرض. كل ما نعرفه هو الاحتياطات التي قالت عنها منظمة الصحة العالمية فقط لا غير. لا يوجد لا ثوم ولا بصل ولا ينسون ولا هم يحزنون.